رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. قبل الفاصل عملنا مع بعض شوية بقلاوة يستاهلوا بقكم، حلوين قوي ببساطة، ما فيهمش أي تعقيدات، مكوناتهم بسيطة، ثلاث أربع مكونات هتلاقوها إن شاء الله موجودة عندكم في البيت، قوموا اعملوها. وبعدين عملنا التفاح، أحيانا إحنا بنجيب التفاح كده وما بناكلوش فهيبدأ يدبل، قبل ما يبدأ يدبل نرجع نعمل بيه التفاح المقلي اللي أنتم شايفينه قدامكم ده، وبعدين نجمله. هجمله لكم بس بعد شوية بعد ما نقول مقاديرنا وأطلع لكم البقلاوة. أنا ما أنتوا عارفين إن أنا ما بعملش حاجة من وراكم خالص، كل حاجة بتبقى طبيعية 100%. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم، لونها كده ولا محتاجة كمان سنة؟ هي محتاجة كمان يعني نص دقيقة، تمام. هدخلها تاني تاخد لها كمان نص دقيقة وبعد كده إن شاء الله نطلعها مع بعض، ولكن على بال ما تاخد نص دقيقة نكون عملنا مع بعض بسكويت القهوة. لكل عشاق القهوة أو عشاق الطعم بتاع الكافيه ده هيعمل شوية بسكويت كده ناكلهم الصبح مثلا، ناكلهم بالليل زي ما تحبوا، حاجات جميلة جدا. يعني انتوا لما بتروحوا في أماكن كبيرة أو أماكن كافيهات حلوة يعني بتقعدوا، فبيقدموا لكم جنب القهوة كده قطعة من البراونيز الصغيرة، ممكن ناخد قطعة جنب القهوة بتاعتنا من بسكوت القهوة ده. مقاديره بسيطة قوي ولذيذة وطعمه حلو قوي، واحنا عاملينه بالمكسرات روعة. بسكوت القهوة نص كوباية من الزبدة، نص كوباية من الزبدة، وعندي كمان كوباية الا ربع من السكر الباودر، وكوبايتين ونص دقيق، ورشة من البيكنج باودر، ومعلقتين قهوة مركزة مذابة، ومعلقة فانيليا، وكوباية من المكسرات المجروشة اللي احنا عملناها قدامكم من شوية. يلا بينا نعمل مع بعض الخليط. أول حاجة الزبدة كالعادة تكون بدرجة حرارة المطبخ، وعليها السكر الباودر، وبعدين نخلطهم مع بعض خلطة واحدة كده يدوبوا مع بعض شوية، وفي نفس الوقت هندوب القهوة المركزة اهي مع شوية مية صغيرين علشان ما يبقاش فيها كتل. شايفين معلقة مية اهي او معلقتين مية مع القهوة بتاعتنا، وندوبها لغاية ما تدوب معانا خالص، مش عايزة تبقى فيها كتل خالص. انتوا عارفين القهوة المركزة دي بتبقى فيها كده قطع صغيرة، حلو قوي. دوبنا تمام التمام اهو، جميل. هروح بقى على العجان نزود شوية عشان خاطر يختلط معانا السكر والزبدة مع بعض زي ما انتوا شايفين اهو، وفي نفس الوقت عايز اروح ابص على البقلاوة علشان ما تتحمرش اكتر من كده، لونها ما بيبقى ذهبي كده بتبقى روعة الروعة. هنطلع ونقول بسم الله، يلا بينا اهو سخنة زي ما قلت لكم، لو فيها سمنة زيادة هتظهر، لو فيها سمنة زيادة هتظهر اول ما بوطي كده، مفيش سمنة خالص باينة معانا. بصوا الشكل والجمال، الله على الجمال. تعالوا بينا بقى نحط هنا ونجيب السيرب بتاعنا ونسقيها، نسقيها شوية سيرب وهي سخنة. بصوا بقى السيرب تقيل اهو، بصوا بقى بسم الله، يعني احلى بقلاوة ممكن تاكلوها بمنتهى البساطة، وكمان طعمها حلو قوي. شربات بتاعنا تقيل، وسيبها تتشرب منه شوية وبعد كده نقلبها ونقدمها في الطبق اللي هنقدمها عليه. انا حبيت اوريكم كل تفاصيل البقلاوة بنعملها ازاي. عايزين تغمقوا اللون ده حاجة ترجع لكم، لكن اللون الذهبي ده احلى لون في البقلاوة، اللون ده احلى لون في البقلاوة. في ناس بتحب تغمقها شوية مفيش مشكلة خالص. الزبدة مع السكر اختلطوا معانا، جميل. هنيجي هنا نحط عليهم القهوة، القهوة المركزة، ونخلط مع بعض، نزود السرعة شوية، جميل كده، حلو قوي. كله اختلط مع بعضه. هنحط شوية البيكنج باودر، شوية صغيرين مش كتير قوي، يعني حوالي معلقة صغيرة على الدقيق، ونحط هنا الفانيليا ونقفل كده ونقوم حاطين
الدقيق مع البيكنج باودر دفعة واحدة. في بقى ملحوظة، لو لقيتوا العجينة ناشفة شوية ممكن نزود معلقة لبن، ممكن نزود بيضة، ممكن نزود حاجة من الحاجات البسيطة دي، بس احنا هنخلطها مع بعض وهنشوف. نزود ننزل طبعا زي ما قلت لكم الزيادات اول باول كده، نجيب بولة كبيرة علشان نحط فيها العجينة بعد ما تطلع، او زي ما هي نسيبها مفيش مشكلة. بصوا اللون عامل ازاي، لونها بقى بني شوية، لونها ليه؟ لان طبعا فيها قهوة، عايزينها تبقى اغمق من كده شوية، ممكن نحط شوية كاكاو، يعني الناس اللي هي عايزة اللون يبقى غامق شوية ممكن نحط شوية كاكاو. وزي ما قلت لكم لو حسيتوا ان العجينة ناشفة قوي هنزود زي ما قلت معلقة لبن او بيضة، لقيت العجينة كويسة يبقى مش محتاج ازود عليها. فاعرف ازاي دلوقتي؟ هفصل وارفع كده وانزل كل الزيادات دي، لان ممكن يكون في زبدة يعني تحته او حتة كده مركونة، وبعدين ننزل تاني بالراحة ونشغل. احنا بنشغل لغاية ما كله يختلط، انا مش عايز العجينة تعرق معايا. يعني ايه تعرق معايا؟ يعني تبقى مش مقرمشة، العجينة عايزها تبقى مش مقرمشة خالص. زود السرعة اخر حاجة، حلو قوي كده، خلاص ما زودتش عليها حاجة. لا ما زودتش عليها حاجة، هنرفع وننزل الخليط بتاعنا كله وناخد كل الزيادات دي، وبعدين نروح بقى نرفعها ونروح علشان نوريكم شكلها بعد ما عملناها بالراحة. تمام، شايفين الخليط عامل ازاي؟ هطلعه بس في البولة عشان تشوفوا شكله أحسن. يعني اهو يا أستاذة رضا. أهلا، ازيك يا شيخ؟ أهلا بحضرتك، أهلا بيك. تسلم إيدين حضرتك اللي بتعمله. تسلمي، ربنا يخليكي من ذوقك. ربنا يبارك لنا فيك يا رب ويحسن ما بين إيديك إن شاء الله. الله يكرمك، تسلمي لي يا رب. ربنا يحسن بين إيديك يا رب. الله يخليك يا رب. ويخليك لينا إن شاء الله. ربنا يكرمك، تأمريني. أنا كنت بس كنت عايزة أسأل على الفراخ المشوية بس. على عينيا، حاضر هقول لك على فراخ مشوية، حاضر. أسهل فراخ مشوية، حاضر من عينيا. بصوا العجينة، بشكرك يا أستاذة رضا. بص العجينة بتاعتنا، شايف ياسر؟ عجينة رائعة. تمام، ناخد بقى قطعة في حجم مثلا قطعة البندق اللي هي بقشرها، قصدي العين الجمل اللي بقشرها. اهو احمد تعالى من فضلك شيل العجان ده. تمام كده، بنحطها على المكسرات. عارفين البرازق؟ زي البرازق كده، بتاخد مكسرات من فوق ومن تحت. الموضوع بسيط، بسكوتة حلوة جدا لعشاق القهوة، ناس كتير قوي تحب طعم القهوة ولونها زي ما انتم شايفين اهو. عايزين تخلوها لونها بني غامق زي ما قلت لكم، حطوا شوية من الكاكاو معاها، او ممكن شوية شوكولاتة سايحة باردة اللي انتم عايزينه، بيديها لون مختلف شوية. عايزين تحتفظوا باللون بتاع القهوة الجميل ده، خلوها زي ما هي كده بس، دي احلى بسكوتة قهوة ممكن تعملوها. تمام، هنكمل على بال بس نعمل كمية عشان خاطر هوريكم هنعمل فيها ايه بعد كده. بالراحة اهو، يعني ريحتها باينة، ريحة القهوة فيها باينة يعني بصراحة. يعني الناس اللي بتحب القهوة كده، ناس عشاق القهوة، اول ما هيشموا ريحة القهوة دي هياكلوها على طول يعني. تمام، بعد ما خلصنا دول كده هنضغط اهو. بصوا بقى، بضغط كده، بضغط كده تبقى زي البرازي، واخده مكسرات من فوق ومن تحت. مكسرات اي نوع موجود عندي، برضو مش هنعقد الامور ونقول لازم تاخد لوز او تاخد بفستق او تاخد او تاخد، لا اهو اي نوع موجود عندي بنعملها كده واحطها في الصاج بتاعنا او الصينيه. نضغط من الناحيتين وبعدين هندخلها الفرن درجة حرارة 180 لغاية ما تستوي معايا. هتشوفوا أحلى بسكوتة بالقهوة، المكسرات دي هتعمل لها طعم حلو قوي أهو.
يعني ممكن مع شاي بلبن، ممكن مع القهوة، ممكن مع قهوة الظهر اللي هي الساعة 5 دي لعشاق القهوة، زي ما انتوا عايزين. ممكن ناس تاكلها بالليل، ليه لا؟ اه بس رجاء يعني الناس اللي هي بتعمل دايت بقى وكده ببلاش بعد الساعة 8، يعني عشان فيها زبدة وكده. اه يعني يا رجاء يعني الناس اللي بتعمل دايت انتوا عارفين بعد الساعة 8 بلاش. حلو قوي، هكمل شوية. هي ما بتفرش جامد يعني، ما خلوا المسافة كده حوالي سنتي، لأنها ما بتفرش جامد زي ما انتم متخيلين. هكمل بس شوية دول. اهو بسكوت القهوة بالمكسرات، حاجة مش عايز اقول بقى زي كل مرة، ممكن تكونوا بتشوفوه لأول مرة، علشان انتوا عارفين ان مع الشيف يسري الجديد، مع الشيف يسري الحاجات اللي انتوا اول مره بتشوفوها مع الشيف يسري في برنامج مطبخ الحياه، اللي يهمني ان انتوا تتعلموا كل حاجه جديده حول العالم مش مصريه بس. امبارح كنا عملنا لكم يوم مصري صميم بتاع العدس، كان يوم جميل لدرجه ان من احلى الايام اللي انا اتبسطت فيها يوم العدس ده، كان جميل جدا. عملنا انواع واصناف من العدس، وعملنا فته عدس، وعملنا شوربه عدس، وعملنا كمان العدس اللي هو بيتغرف مع البصل. كل الحاجات دي كانت روعه الروعه. وعدس الاباظيه عملناه طبعا زي الكتاب ما بيقول طبعا. اعتقد لو عايزين تعملوه بالفراخ متقطعه شرايح صدور الفراخ او الفراخ كامله وتشوحوها مفيش مشكله، عايزين تعملوه بالفرخه المسلوقه وتحطوا لها الخليط برضه مفيش مشكله، كل الحاجات في ايديكم، انتوا اصحاب الشأن، عشان كده انا متعمد ان انا دايما اعمل لكم الجديد واعمل لكم الحاجات اللي انتوا دايما نفسكم فيها. تمام. نضغط. قد ايه طعمه حلو ولازم تجربوه وتبعتوا لنا على صفحتنا، صفحه الحياه تي في، تقولوا لنا احنا جربنا، او تصوروا الصور بتاعتكم وبعتوها لنا، وان شاء الله زي ما بقول هنحاول ننزلها لكم ان شاء الله. اه جميل. بصوا بقى قد ايه بسيط وما خدش وقت، وقد ايه طبعا ما فيهوش تكلفه كتير. يعني زي ما قلت لكم عايزين المكسرات تبقى بتاعتنا سوداني بس، ممكن عندكم لوز ينفع، بندق ينفع، اي انواع المكسرات اللي انتوا عايزينها احنا كده مالينا الصينيه بتاعتنا. درجه الحراره 180، هنحط على درجه حراره 180، هو هيفرش بس بسيط قوي ومش هيرفع كتير. بعد كده هوريه لكم اهو في الفرن، درجه الحراره 180 زي ما قلنا اهو. حلو قوي، لازم تجربوا، لازم تجربوا الحاجات اللي بنعملها قدامكم دي، الحاجات دي طبعا روعه الروعه. اه بسيط لذيذ سهل كله خفيف، ما بنعملكوش حاجة فيها تعقيدات خالص. هنيجي هنا نقفل الفرن ونرجع هنا نوريكم التفاح هنعمل فيه ايه. تفاح يعني قرفة، تفاح يعني قرفة، بس قبل ما نحط عليه القرفة هنحط عليه شوية من صوص الكراميل ده. ناخد كده زي ما بنقول ريجة، قد ايه طعمه هيبقى رائع. تمام كده حطينا عليه الكراميل صوص، الفها لكم عشان تشوفوها صح اهي، وعليه بقى رشه القرفه لعشاق القرفه، اللي مش عايز قرفه ما يحطش، بس مش اكتر من كده. انتوا عارفين في ناس عشاق للقرفه وزي القهوه بالظبط، وفي ناس ما بتحبش القرفه خالص، عشان كده اللي عايز يحط قرفه يحطه، اللي مش عايز يحط ما يحطش. احنا عملنا شويه حاجات بسيطه جميله ان شاء الله تعجبكم، يا رب دايما نكون عند حسن الظن. بعد الفاصل بقى هنوريكم كل الحاجات بتاعتنا، ويا رب كمان تكون سهله لذيذه عليكم وهتنفذوها، لان دايما زي ما بقول لكم الجديد والممتع والتعليمي مع الشيف يوسف برنامج مطبخ الحياه، ولكن بعد الفاصل.